وصل صوتك. المعطى اللي عندنا هي عملية إرهابية بكل مقاييس، لكن هذا لن يثنينا احنا كأمنيين باش نكمل الواجب نتاعنا. لكن احنا كنا كاتحاد وطني نقابات غن تونسي كنا نبهنا، قلنا راو العمل الإرهابي باش يتواصل. حتى كعملنا حتى كان تذكروا في وقت من اوقات حتى التوارع قامت الدنيا ولم تقعد، فما برشا ناس قالوا المس من الحريات، المس من حريه التعبير. موش هذا المصحه العامه بل المصحه الخاصه، وهذه مصحه عامه، فما حياه امنيين معرض اختار، فما حياه توانسه معرض اختار، وشفتوا طوم العمليات كل يوم قاعده تصير، شفتوا باريس صار فيها. ورغم هذا ما تعبناش، لكل حال مش مشكله ان شاء الله. التوانسه يعرفوا توا قيمه الحجم التحديات اللي قدامنا وخيمة التضحيات قاعدين نقدموا فيها. أنا نحب أقول لكم حاجة، أنا كأمنيين إحنا مش نبقى موجودين على الميدان رغم اللي الألم متاعنا، لكن الفشل ليس أن تفشل ولكن أن تبقى حيث ما فشل. إحنا مش فناش، بالعكس إحنا نجحنا، والضربة اللي جاتنا هذه تأكد إن إحنا وجعنا برش الإرهابيين. ونتألم توريت عائلات الأمنيين، والله شيء يوجع القلب، كانوا هم برواحهم ممنين إن أولادهم شهداء مشاو، هذه شيء يفرحك وقالوا أولادنا شهداء. لكن مو تعرف لوعة الفراق توجع برشا، لكن هذا يعني حتى شيء. إن شاء الله نكملوا مجهودنا باش ندافعوا على بلادنا. وأنا من خلالكم نحب نتوجه للناس اللي تشك فينا، للناس اللي تعمل مزايدة علينا، نقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، وكفاكم مزايدات على الأمنيين، وبربي فيقوا لأرواحكم راو الوطن هذا يحمل التوانسة كل ويزينا بالمزايدات، وبربي عايشكم. خفوا سقيكم على البلاتوات يا جماعة اللي تشكوا في الأمنيين، يا جماعة اللي مازلتوا توا تمسوا فينا، خفوا سقيكم على البلاتوات التلفزية والإذاعية يزي فيه البركة. فما تفاصيل على العملية؟ التفاصيل العملية احنا مازلنا تو نجمعوا في المعطيات، منش نعطيكم حتى معطى حالي، لكن اللي نأكده لكم اللي هي عملية إرهابية بكل مقاييس، لكن حيثياتها وطريقة العملية مازالت هذه، لأنه فما شرطة فنية، فما لجنة مخابراتية، معناها هي بتشوف العملية كيفاش تمت. على كل حال راهو تهنوا وتأكدوا أنه معلومة باش توصلكم. أنا من خلالكم زاد نحب نعتذر الإعلاميين اللي ربما راهو نوع من التشنج عندنا كأمنين، أعذرونا، ناس متأثرة، ناس على أعصابها، وناس ما حبكمش تراو اخواتهم فك الصورة هذيك، لانه الارهابي يقتات من الصورة اللي تمس صوت الامني. احنا نقولوا لهم احنا موجودين واقفين، حبوا يرونا واحنا ديما واقفين، ما يروناش واحنا لا قدر الله مضروبين ولا موجوعين، ماناش موجوعين، نحن واقفين السقينة. وهني نكلم فيكم من اليوم من هنا نقول لكم رانا باش نواصلوا نخدموا ارواحنا.